ماكلة ودواء هي الحلقة ديالنا ديال اليوم. شهيوة سهلة وخفيفة واقتصادية في دقائق، توجد بدون تعب بدون مجهود، والأهم صحية. نتمنى أنك تجربيها، ونتمنى كذلك أنها تولي معتمدة عندك، حيث بيني وبينك أنا هذه هي الوصفة اللي كنسميها فكاكة الوحيل، وكذلك اللي كتفيدني في هاد الليالي والمحين. كنتمنى لك فرجة ممتعة ونودي نودي. يلا دغيا معايا الكوزينة. أول المكونات اللي غادي نحتاجو: فصوص الثوم اللي ضروري يكونوا حمرين، وبالنسبة للناس اللي تيكونوا معانا في اللايف اليومي على القناة أكيد راه شافوا شحال كنستعمل وتنصح بوصفات اللي تيكون فيهم الاستعمال ديال الثوم. فوالا، زربا خفا. المقلة نحطها ونحط فيها التومة، من بعد غادي نحتاج المكون آخر اللي غزال ورائع بالنسبة لهاد البيريود، ماشي مشكلة شارة، اللي هو زيت الزيتون. نوضعه كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نوضع كذلك بزروق او لا ما يسمى بالمحار. فوالا، غادي نضيفو كذلك بابريكا او لا ما يسمى بالتحميره، شويه ديال البزار والملحه، فوالا كيف كتشوفوا معايا. غير هي ما تكثروش الملحه حيت مازال باقي غنضيفوا مكونات اخرى اللي فيها الملحه. غدا نضيف كذلك شويه ديال زنجبيل او سكينجبير، نخلط هاد المكونات جيدا، ومن بعد ما نخلط هاد المكونات ويتلبسوا ليا بالزيت كامل كيف كتشوفوا، غادي نزيد بهارات اخرى اللي غادي ينفعوني في هاد البرد وفي هاد الشتوى. هانتوما غادي تشوفوا معايا. فوالا، غادي نضيف هنايا جوج معالق ديال المطيشه ديال الحك اللي غادي يكونوا مخلطين مع الماء واللي بقاو شويه عاقدين، غادي نخلطهم كامل مع الخليط. فوالا، غادي نضيف كذلك القليل من الكبار اللي غادي نكون خديته غسلته بالماء مزيان صفيته، وعاده غادي نخلطو مع الخليط. على فكره ضيفوا القليل من الماء لهاد الخليط، فوالا، ونعاودو نرجعوها فوق البوطه. ولكن قبل من هادشي كامل غادي نزيد شويه ديال الزيتون، وغادي نضيف كذلك القليل من المصير او ما يسمى بالحامض. هادشي اللي قلت لكم ما تكثروش الحامض، ما تكثروش الملحه. غادي ندير هذاك الشيء فوق البوطه، واكيد غادي نكون ضفت معاه القليل قليل ديال العطريه ديال الحوت.
فوالا غادي نقي هاد البطاطس نوضعها هنا المرحلة الموالية غادي ناخذ واحد البصيلة اللي غادي تكون شوية كبيرة. وهنايا الدور ديال البصلة ماشي غير النكهة فقط، انما حتى من الجانب الصحي، باش كتهضم لي اول شيء هذيك البطاطا، وفي نفس الوقت كتهرس لي هذوك النشويات اولا ديك الحلاوة ديال النشويات اللي تتكون واللي كتحتوي عليها البطاطس. نقطع بهذا الشكل. هاد البطاطا انا شخصيا غنزروبه، ما خليتهاش تبرد، قطعتها غير كيف ما والا. فوالا غادي نضيف الملحه، الكمون اللي غتكون بلديه، وما نساوش باننا فقرات قبل وحلقات قبل في اللايفات ديال كنأكد لكم على استعمال الكمون لأنه جد مهم بالنسبة لفقر الدم، وكذلك يجي رائع في المذاق والبنة. زيت الزيتون مليحة وبزيرة، وغادي نخلط هاد المكونات كاملة كيف كتشوفوا معايا. إلا كان عندكم الوقت من الأفضل والأحسن خليوا البطاطس حتى تبرد. فوالا 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 فيت في زربا خفا كيف قالوا الوالا. من بعد كمرحلة موالية غادي نذوق شوية. بينو بينكم والله ما عرفت شنو خويت. وهنايا هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا من بعد ما وجد بوزروك اولا المحار بالكبار، من اروع وألذ الاطباق اللي تتكون في الشتوى وفي البرد وفي الليالي، وكذلك خفيفه وممكن اننا نستعملوها حتى في الصيف، لكن بشرط الكبار ما يكونش مالح بزاف. كتجي رائعه، كتشبع وصحيه. وكنغيروا عاوتاني من كثره المرقه، من كثره المرقه ومن كثره التخاتخ، ما كاين ما احسن من الحاجه اللي خفيفه، خاصه الى رافقناها بكويس ديال الليمون، واللي اكيد غادي يكون من اليوسفي اللي داخل في هذا الوقت، واللي اكيد كنستعملوه بزاف خلال هاد الفتره. كنظن اننا وصلنا النهاية ديال الحلقه ديالنا ماكله ودواء. ما بقى لي الا نودعكم ونقول لكم تهلاو البنات، والى اللقاء في المقبل من الحلقات.